حدثنا أحمد بن يونس، حدثنا أبو شهاب عن خالد الحذاء، عن حفصة بنت سيرين، عن أم عطية رضي الله عنها قالت: بعث إلى نسيبة الأنصارية بالشام، فأرسلت إلى عائشة رضي الله عنها منها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: عندكم شيء؟ فقلت: لا، إلا ما أرسلت به نسيبة من تلك الشاه. فقال: هاتي فقد بلغت محلها